خلال حفل فني احتضنه مسرح الجمهورية التابع لدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، سافرت فرقة كورال رنين المغربية بالجمهور الحاضر إلى رحاب الموسيقى المغربية والعربية الأصيلة. مجيء هذه الفرقة إلى مصر يجسد تلك الروابط التلقائية والمحبة الدائمة بين الشعب المغربي والشعب المصري، لأن فرقة رنين كانت تعلم مسبقا بأن بحضورها في هذا البلد وبعرضها في الأوبرا ستنال تجاوب الجمهور المصري، وهذا بالفعل ما وقع، بحيث كان هناك تجاوب كبير بين الفرقة والحضور من الجمهور، وهذا يدل على ذلك الترابط العميق والوثيق بين الشعبين والقواسم المشتركة فيما بينهما. أنا جد سعيدة اليوم بهذه الأمسية في مسرح الجمهوري التابع لدار الأوبرا بمصر بالقاهرة، وسعدت أكثر بالجالية المغربية اللي جات حضرات السهرة والجمهور المصري الدواق اللي كي يعني يستلد لأي نوتة كتقولها كفنان، كي كتحس بأن كاين واحد التجاوب رائع، فالقاسم المشترك ما بين الشعب المغربي والشعب المصري وهذا التذوق الكل هو فن راقي، فأكيد مادام كيجمع الثقافة فأكيد غيجمع أي حاجة أخرى، يعني دبلوماسيا سياسيا، فأنا كنشوف بأن الثقافة هي واحد الوسيلة بسيطة ولكن في واحد السحر جميل جدا وخطير جدا لتوطيد العلاقات بين الشعوب. هذا الحفل الموسيقي والغنائي الذي أشرفت على تنظيمه جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة بحضور سفير المغرب بالقاهرة السيد أحمد التازي وعدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالقاهرة ومسؤولي وزارة الثقافة المصرية، تخلل تقديم لوحات موسيقية مغربية وعربية أدتها فرقة أفنان للموسيقى زاوجت بين الطرب التراثي الأصيل والموسيقى العربية الخالدة.